السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك دكتور فارس الحجري، مكتشف العلاج بالماء الساخن، دكتوراه الفلسفة في الطب الشمولي الطب البديل من أكاديمية الدولية للطب البديل بالهند تحت جامعة العالمية المفتوحة التي نال بها شهادة دكتوراه الدكتور ماسارو إيموتو الياباني. مكتشف تأثير بلورة الماء بالأقوال بالمشاعر. سنتحدث اليوم عن طريقة تناول الماء الساخن. هنا نتكلم معكم وبالطبيعة طبعا هنا في مازلنا حفظ الله تعالى. طريقة تناول الماء الساخن يتطلب تناول ما يعادل 3 لترات من الماء الساخن يوميا. حرارة الماء الساخن تكون حوالي 50 درجة مئوية، أي 122 درجة فرنهايت، وهذه درجة حرارة على أساس تتعرف عليها بحيث أن تستطيع تناول كل جرعة تملأ الفم دون أن تحرق نفسك. هذه هي الحرارة التي يمكن تتحمل. وبالنسبة للأطفال طبعا هي درجة حرارة أقل، أي تقريبا 40 درجة مئوية. لكن طبعا الأطفال لا يلزم أن يكون يوصلون ل3 لترات الماء الساخن يوميا. هذا فقط طريقة تناول الماء الساخن للكبار أو للمراهقين. هذا قياس نموذج قياس الكوب الذي نستخدم للماء الساخن بمعدل نص لتر، ويفضل استخدام نص لتر. بإمكانك تستخدم 300 ملي أو جلاس بمعدل 300 ملي، لكن الفترات ستكون أكثر متقربة وكمية عدد الكاسات ستكون أكثر، فبالتالي نظرا لربما كثير يشغلون بمشاغل وكذا وصعوبة أن يكون معهم الماء الساخن، وبالتالي ربما استخدام ساعة نص لتر يكون أفضل، أي بمعدل نص، أي بمعدل قارورة ماء المعدني الذي يباع الصغير. هذا هو قياس النص لتر. عموما طريقة تناول الماء الساخن طبعا يتدرج تتدرج أساليب العلاجية للماء الساخن من حيث الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن إلى عدة طرق علاجية، منها الطريقة الأساسية وهي طريقة تناول الماء الساخن، والطريقة الأخرى فالطرق العلاجية الأخرى منها طريقة العلاج بكمادات الماء الساخن، طريقة العلاج ببخار الماء الساخن، طريقة العلاج بكمادات الماء الساخن مع طريقة العلاج بالهواء الحراري، وكل له فائدة، كل طريقة لها فائدة وشرح علمي دقيق جدا. عموما نركز على طريقة تناول الماء الساخن يوميا بمعدل 3 لترات يوميا، أي عند استيقاظ من النوم واقفا قبل غسل الأسنان قبل المغمضة. لا تقول عن سنة رسول صلى الله عليه وسلم، طبعا كل شرح له شرح دقيق جدا، وهذا لا يخالف سنة رسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي تناول كأس واحد، يفضل أن إذا تخليه إجلاس أو الكأس في متناول يديك، أي بمقصود قبل الخلود إلى النوم بتخلي في دلة ومعك جلاس ساخن جلاس أمامك، فبالتالي أول ما تستيقظ من النوم فيكون أمامك هذا الماء الساخن بسهولة، وبالتالي أول ما تصحى من النوم واقفا قبل غسل الأسنان قبل مغمضة تشرب كأس واحد أو جلاس واحد. هذا معدل طبعا. هذا الكوب نستخدم دائما عند الخروج، سبيل المثال في السيارة وقت منسوخ السيارة، لما نكون في المقاهي، لما نعمل رياضة، رياضة ماشي أو كذا، أو مو يعني استخدام الخارجي. وبالتالي لكن لما تكون في المنزل بإمكانك تستخدم الجلاس الشفاف، لأن شفاف كثير مفيد، يعني راح تحس استجذاب استخدام شرب الماء ساخن عندما تستخدم جلاس شفاف. طبعا هناك شرح أكثر من هذا. عموما وما بعد ذلك عندك فترة صباحية، الامتداد الفترة الصباحية توزع ما يعادل جلاسرين، أي تقريبا يمكن 8 أو 9 ثم 12 كأس واحد ثاني، يعني كل ساعة 2 إلى 3 ساعات. ثم قبل وجبة الغداء مهم جدا،
قبل وجبة الغداء بتقريبا ربع ساعة إلى نص ساعة. مهم جدا جدا، هذا له شرح دقيق جدا فيما يتعلق بالحموضة ومشاكل الارتجاع المريخي وغازات وإلى آخره. طبعا وقت التناول للوجبة يعني يفضل لك لا تشرب الماء ساخن، أو بإمكانك بكمية بسيطة، لكن بعد وجبة الغداء أو أي وجبة لا تشرب كأس، لا تشرب الماء ساخن، لأن ذلك ممكن يتسبب لك انتفاخ المعدة نتيجة انتفاخ الطعام لوجود الطاقة الحرارية من الماء تختلط مع نظام الأيض أو ميتابوليزم سيستم عند عملية هضم الطعام. وبالتالي فإليك تنتظر تقريبا نص ساعة إلى ساعة إذا كان إفراط الطعام كانت كمية كبيرة، ولو نحن ما ننصح بذلك يفضل يكون بعد ساعة، أو إذا كان تناولت وجبة خفيفة فيكون كأس ذلك التناول بعد تقريبا نص ساعة. عموما الفترة المسائية تأخذ تقريبا جلاس واحد يكفيك، أو حتى ممكن جلاسين إذا استطعت. قبل وجبة العشاء مهم جدا جدا، قبل وجبة العشاء يكون تناول ما يعادل، أنا كنت ألبس نظارة لأن الشمس يعني الآن الساعة الرابع العصر فالشمس أمامي يعني. عموما الفترة قبل وجبة العشاء تتناول كأس واحد، مهم جدا، ربع ساعة إلى نص ساعة قبل وجبة العشاء. ومن ثم قبل النوم، قبل الخلود إلى النوم تقريبا تناول حتى لو كان نص كأس أو حتى كأس واحد، لكن يفضل أن يكون قبل خلود النوم بساعة، لأن حتى لا يسبب لك مضايقات في الليل. هذا هي كمية الماء الساخن يوميا بمعدل 3 لترات وزعتها الامتداد اليومي، وهناك شرح دقيق جدا بس هنا نختصر لأن الموضوع كثير طويل وفوائد كثيرة جدا للعلاجية وفوائد الصحية للماء الساخن كثيرة جدا جدا جدا، أكثر من 30 فائدة، منها تقوية الذاكرة، تقوية جهاز المناعة، تنعيم البشرة، فوائد كثيرة.